السلام عليكم، حياكم الله في مقطع جديد. اليوم جايب لكم لعبة ثانية للفي ار، او لعبة ثالثة، ما ادري هي رابعة او خامسة او السادسة. جاي اقدم على وظيفة بس ماني عارف اي وظيفة اقدم لها، فلعبت اللعبة ذي عشان يبين لي وش افضل وظيفة تناسبني. فعندنا انك تشتغل في اوفيس، في مكتب، تصير طباخ. انا طول عمري حاسس اني طباخ. خلينا نبدا بشيء الطباخ بعدين نمر على الاشياء الثانية. الحين يقول لك يبغى على ذوق الشيف. بعض المطاعم الفخمة اللي زي مطعم ذا يقول لك على ذوق الشيف. فانا بحاول اني اخليهم ما يندم على الطلب. خلينا نبدا شيء بعصر عصر عصر الاشياء. اهم شيء انك تحصر على الاشياء، اهم شيء انك تحصر طماطم مع فطر مع جبنه. طيب هذا مهم جدا مهم، مع شويه حليب، شويه بس، شويه لا تكثر، شويه بس. تعرف تنكهها بس تعطيها نكهه على خفيف كذا، نكهه كذا تنزل وتطلع كذا على خفيف على خفيف على خفيف. لا تطل فيه وانا اطبخ يا حيوان. لحم كويس، اللحم مره كويس. كيف شطه ممتازه جدا، يمدحونها. تحط شويه بس، تحاول انك ما تكثر، حاول انك ما تكثر، شويه بس، حبتين بس، تعرف بس عشان تقلب لون على خفيف احمر على خفيف كذا، كويس. طيب ممتاز. بعدين نجيب مشروب العنب المخمر، نكثر منه بس، نكثر، نحاول نحط زياده وكذا كفاية. نخلط على خفيف، أوكي؟ نحط له هذا، أهم شيء الورق، ونكهته حلوة طيبة. بعد في النهاية تعطيه النكهة ذي الطيبة. كذا وضعنا كويس. أوكي، أنا عرفت كيف. نجيب له التوستين، نطبخ له إياه على خفيف، ها؟ حاول إنك ما تحرقها، على خفيف. بس تلسوعها كذا، ها؟ تلسوعها من فوق لتحت، يمين يسار. نجيب له بيض، طيب. هذا خلاص خلصنا منه البيض. حاول انك بس على خفيف تسخن، تعرف كأنك تحميه، بس كأنك تحميه، مهم القشرة تكون معاه. بعد ما خلاص نسخن كل شيء نجيبه هنا. شفت العدة ذيك كلها طبخناها كلها؟ نغرق التوست. استنى لسه ما خلصنا. نجيب له وردة عشان المبلغ يزيد زيادة. اوه فلفل اسود، شطه حاره، نزود له ملح لما يطفح. ابلع والله راح. اوه كويس انه مو شرطي. قام تروح شرطي ما ادري لسه، حكون اذا مات. والله طلع من المطعم على طول، طلع زعل. كويس وضعنا ممتاز. طيب تبغانا نسوي طبخه مره ثانيه؟ والله ما ادري اطبخ لكم، نقول لك واحد على ذوقك. اوكي واحد على ذوقك، ايش اللي اسوي لك؟ يلا ودي. اوه والله راعي العسكري، والله بيقفل ام المحل. في غيشه وغيشه بيزعل على يا حيوان ارجع. والله زين ما حيخليني اعدي المرحله ذي الا لما اسوي له شيء ممتاز. حبتين بيكن، حبه بيضه. استنى تطبخ. السلام عليك يا فنان. احمر شويه على الحار، شويه على خفيف. تقدر تسيحها؟ اوه والله بالغلط، ما كنت والله بالغلط. خفيف. الله اكبر يا فنان. طلبك يا سيد. لا اشوفك تطلع من مره مطعم بدون ما تكمل الاكل. هذا الصوص الخاص حقي، خبز معاها. خلينا نطبخ التفاحه. التفاح، كيس شاي يا حيوان، كوكيز كمان اللي يجي مع كل طبخه. هذولي. واحلى اضافه سيدي لك يا حبيبي. ها وين القزاز؟ دي استنى القزاز. طيب نكسر القزاز. ايوه ممتاز. الله الله. اوكي هذا عصيرك المفضل ذا حيكون. طيب اوكي نضيف عليه اللمسه السحريه حقتي. تتذكر عصير هذا ما يبغاه هو، بس خلينا نحط له مره. ما ابغاه، خذ اكلك يا حيوان. استمتع. يلا تأكل. إيش بتسوي؟ يلا. أو هذا واحد ثاني. ما أدري مين قاعد يأكل هذاك الأكل. إيش بقلبت علي؟ توينا كنا حبايب. إيش مزعج من أكلي يا أخي؟ والله نفسي ذا. يا طمار عادي، البيض طاح في الارض، البيض طاح، هذا طاح،
هذي بطاح الجو. طيب بسم الله خلينا نشيل الحين، خلينا نتأكد إن نظفت. طيب هذه وهذه وهذه الجبن عليها كمان جوا. هذولي كمان. جيب 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 كمان جيب 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 جيب. لسه ما خلصنا الثلاجة، والله الثلاجة فيها خير. لحم دجاج ولحم. خلينا نمسح هذا شوي بالأرض. هداك نضف له يا زين عشان نعطيك التيست هذاك الطيب الطيب للطيب. أهم شيء إنك تحط النكهة اللذيذة عليها. ولع ولع ولع. أيوه يا سلام. الله أكبر الله أكبر يا زينة. الله يا أخي كتر شطة محمد. ما خلصنا. ساجي بالصحن ما خلص منه. ما خلصت. شيل أكلك الطلب اللي بعده. للأسف طردوني المطعم. خلينا نشتغل ميكانيكي. طول عمري كنت بدي أصير ميكانيكي أنا بصراحة. دقيقة استنى استنى أسكت أسكت. خلينا نشرب شيء عصير أنا. جيب أول سيارة. دخل أول سيارة. وقف وقف. طلع برا. لا تتكلم معي وأنا أشتغل. روح استريح انا لما اخلص. شطه رجعت معانا. شطه كويس ما عليك. الفلتر يبغى له شطه بس. الشطه يصلح كل حاجه. والله $400 كويسه. طيب بسم الله هذه وخلصناها. كيف شغاله بطاريتك تعبانه يبغى لها تغيير. اي والله شوف البطاريه ذي ممتازه ذي طيبه طيبه. رن رن يخلي سيارتك. فلتر تعبان غير نغير لك يا والله لا خسرك والله الموالف. لمبات يبغى لها تغيير. اوكي وضعي كويس الحين. كويس الشطه شغاله شغاله صح. امسكي خذي حولت الفلوس يا جماعه. يلا طب توكل 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 توكل. يلا يلا لمباتك خربانة ما تصلح. الحيوان يقول لي عنده كوبون خصم خرب لي السيارة عشان يجيني أكثر. والله أبشر والله على هالنقرة. أبشر ما أدري إذا الظاهر إنه سلندرات مختلفة ذي بس ما عليه. طيب 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 هنا هنا فيها اشياء حلوه. غاز وعصير انرجي. عصير انرجي لازم نفك دي. استنى اوكي هذا كويس. ايوه نسيب لك اياه جوا. هذا الخصم حقنا ان نترك لك علبه شطه مجانيه. الفلتر تحتاج فلتر ولا نسحب عليه؟ انا الفلتر والله غيرت له واحد شيء جديد. المشكلة قد اخسر انا بزيادة. نعطيك دوانت مجانا هذا الخصم حقنا. جيب البرانة. خليه شغالة واحدة. اي والله شغالة واحدة كويس. خل لك زيادة يلا دوانت على حساب الشركة. يلا يلا ولا تزعل. اكرام النعمة ولا ترمي. ننظف لك الشنطة بالسكر. وضعها كويس. دقيقة استنى استنى لسه ما خلصت. والله طاحر لك ام السيارة. هذا ما ادري ليش عاجبني ذا. بالله وانت طالع ارميها في الزباله الاشياء اللي في الشنطه. ها والله تساعدنا كثير. المقعد يبغى له تلوين بس يبغى له تلوين. يبغى له شويه سواد بس. ايوه ممتاز يا عمي. نشيل الاغراض ذي كلها. ايش هذا؟ اشربها بعدين في البيت ما يهمني ايش تسوي فيها. ايش هذا؟ خلاص شغلك نظيف. تعال. ما ادري حق ايش بس هذا حق البنزين الظاهر. سيارتك طياره حخليها ولا يهمك. عندي الموضوع
سيارتك هخليها طيارة. شوف حتى اشربها مشروب طاقة. فاهم كيف؟ ليش كده رمي في المحل؟ ليش كده رمي في المحل؟ سيارتك طيارة هتكون. طيارة. الله أكبر. هدايا هدايا. خلاص يا رجال. والله افترى شو كم؟ 5800 سددها. والله سددها. الموز لا تنساها. بطارية خربانة، التروس عندك خربانة، الفلتر معدوم، كل شيء خربان. لا أول شيء نعبي لك شوية هنا، بعدين نعبي لك هذا الخلطة السرية حقتي اللي معروفة، شغال السيارة حقتك مية مية. صح هذه يبغى له تنظيف فلتر هنا، هنا كمان تنظيف فلتر، تنظيف. ممتاز ممتاز ممتاز، شغل كويس يا لطيف. قربنا السيارة. ايش فيه؟ نعلق لك يا اوكي. ها علقناها تمام. الحين اوريكم كيف تتعاملون في الاوفيس. لما انت تشتغل في اوفيس ويجي واحد قالك يتكلم من جنبك كذا، تصقع بالقارورة على طول. طيب خليكم معايا خليكم معايا. اللي جنبك يغثك ارمي عليه. اوه شوف شوف طلع. انا رميت. ايش عندك؟ ايش عندك؟ ايش في؟ ايش في؟ اطلع لي. اهرشك انا يا زفت، اهرشك. اكلمك. كل تبي نجلس. كذا تكون صاطي في المكتب. تعلموا مني كيف السطاوة بالمكتب. يا بويا وين الشغل؟ روح على المدير قال لهم في واحد مشاكس. لا ترفع صوتك. لا ترفع صوتك. اسكت. انا الطاحن في المكتب، ما حد يكلمني. اوه اجلس ابو اربعيون، اجلس. شفت سطاوة؟ لا احد يقدر يسوي شيء يا اخي. مزعجة يا اخي، احتاج قهوة. انا تعرف غيرت مزاجي، ما ابغى قهوة. يا ابني الكلب اللي حذف عليه هذا، ها؟ تبع نفسك. على اسم يا على اسم طالعة. اطفشت من الشغل ذا، ما ابغى اشتغل. بطلت ابى اطلع. واو شغال محل هوت دوغ. كاشير. انا طول عمري كنت بدي اصير كاشير. سكيورتي كاميرا كيف اشغلها؟ اوه طبعا انا ليه ماني موجود؟ جني انا ولا ليه ماني موجود؟ الطلب اللي بعده نراقبه بالكاميرا. تعال. تكلم مع الكاميرا. الكاميرا اللي فوق. تكلم معها، لا تكلمني انا. طب تشيل هذا. انت معاه شطة؟ شطة طيبة. اوكي خلاص. حسابك $8. ايش اسوي؟ ما ماني فاهم. حط لي في كيس. اوه معلي. اوكي. هذا الهوت دوغ. خلينا نجيب لك هذه. خلاص كذا. ما لا اسكان بلا تخلف حقكم. من جدكم تبغون تسوون اسكان؟ ما لا. وي والله في والله ولها والله لها. ايه غير نحاسب وقت يسجل. اوكي خلاص يلا. يو فيري ويلكم. $54 بسرعة. ايش؟ والله دفعت، والله دفعت الغبية. اوكي بيبر كرنسي ما في باقي، يلا توكل على الله. اللي بعده.
Would you kindly put those in a bag for me? Hello? Hello? Ah, yes. Much better. I'll take one of those frozen slushy delights. A's news. Paper copy of yesterday's news. طيب؟ تبغى معاه شطة؟ والله شطة كلها تكبت عليك. تقدر تروح تجيب لي اياها؟ ماني عارف كيف اروح اجيبها. اوكي ممتاز. ايش في كمان؟ اسوي له سكان نسيت. انا اقول لك ديسة. ديلي لوتري تيكت. في بثلاثة مليون في بمليون وفي بمية وكم؟ في بمية مليون وفي بربمية. ايش تبغين؟ ها؟ يعني اعطيك كله ولا تسالي. استعلي. وي دفعت رجول علينا يقفل الدرج. يا ما في شيء تفجير باكيجات ما في شيء ما في ولا حاجة. تعرف ايش انك عجوزة طيبة نجيب لك كم واحد تعبانة ايه ممكن يا بنت الحلال خذي فلوس خذي عليك كله. طيب ايش تبغين كمان؟ خلاص هذا خلص خلاص. وكذا نوصل لنهاية المقطع. إن شاء الله عجبكم المقطع. إذا عجبكم لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة. كان معكم أخوكم عمران الحاسبي. نشوفكم على الخير. مع السلامة. وإذا لا تنسون تكتبون اللعبة القادمة تبغون نلعب لكم إياها ونزلها في القناة. وش هي؟ اكتبوا لي إياها في الكومنتس. إيش الألعاب اللي ودكم تشوفون نلعبها؟ يلا مع السلامة.